بلا طول سيري واتساب فيديو أنت كما أنت 71-106-111 شارك في الحلقة صوت وصورة. إذا ما نحكي عن موضوع ستيفن الهولندي سلمان, انت تبعت الموضوع لما كنت بالفيوتشر ورجعت عرفت انه انت بيت على علاقة معه. هلا بعد شوي بنعرف كل القصة بتفاصيلها, بس يعني هيك بكلمة مختصرة, ستيفن هو من مجموعة كبيرة من عشرات اللبنانيين اللي او اللي بيعتقدوا انه اللبنانيين, لانه فيهم يكونوا فلسطينيين او سوريين او ايجنسية تانية, بس يعتقد انه في عدد كبير منهم فلسطينية اللي عرضوا للتبني او انباعوا لعائلات اوروبيه وعاشوا حياه كريمه وسعيده باوروبا. وين وائل؟ فوت وائل. وبلحظه من حياتهم قرروا يبحثوا عن جذورهم, لانه عائلاتهم قالوا لهم انه انتم من لبنان واصلكم من لبنان, وما كان فيهم يكذبوا لانه بسبب اللون, يعني فرق اللون. ستيفن بقى شي 7 سنين عم يفتش, وهلا اعلن استسلامه للموضوع انه وضع نهاية خلص ما بقى بده يفتش, بالتالي اقفل الملف بالنسبة له على الصعيد الشخصي. انت تبعته بعدة مراحل وحتى قابلته ببيروت بالجمعة اللي اجى ليعلن صح توقفه عن البحث. شو رأيك بهالمسألة وانت كيف بتنظر له؟ يعني زفان سنوات هو عم يبرم عم بيفتش عن عائلته, عم بيفتش عن جذوره, عم بيفتش بوراق, كومة وراق كان معه وصل على لبنان وبلش رحلة التفتيش. يبرم بمستشفى قالوا له هو من الأشرفية, أهله بهولندا, قدر يوصل للطبيب, قدر يوصل لاسم الوسيط الموجود لحد هلأ بهولندا, بس ما لقى شيء للأسف. يعني ما قدر يوصل للحقيقة, ما قدر يعرف وين أهله رغم كل تجارب الدي ان اي اللي عملها, الاتصالات مع ناس لبنانيين حاولوا يساعدوه, ما قدر يوصل لشيء. بعتقد انه كاستيفن يلي صار عمره اكثر من 40 سنه قرر اليوم يقفل الملف, يسكر هيدي القصه. بعتقد انه ممكن تكون باب جديد له او طريقه جديده للتفكير مع بعائلته, للتفكير اكثر بحياته الشخصيه بهولندا, يعني يمكن على طوال سنوات وسنوات كان عايش بين عالمين, العالم الموجود بهولندا والعالم اللي عم بيطمح انه يكون فيه بلبنان, او العائله اللي عم بيطمح انه يبرم عليها بلبنان لحتى يلاقي اصوله او جذوره. فبعتقد انه ما بعرف اذا القرار صحيح او نعم. او مش صحيح اكيد يعني. كتار من اللبناني من يعني الاشخاص غيره اخذوا ذات القرار بس ما اعلنوا عنه. هو عمل هيدا الستيتمنت وانا برايي ستيتمنت كتير قويه. كتار غيره استسلموا بس ما اعلنوا عن هيدا الشيء, ولا جزء من اعلانه لانه هو يعبر هلا بعد شوي كمان بنسمع القصه بهالسبع سنين اللي كان عم يجي على بيروت كل سنه كان عم يتصل فيه ليطلع معي, وانا يعني ما بعرف ليه بس ما تحمست, يمكن لانه عندي ظروفي يعني واسبابي. بس اخر شيء يعني السنه الماضيه قلت له ابني بس تقرر خلص تستسلم تطلع, انه لازم توضع نهايه, لازم ساعدك توضع نهايه لهيدي المعاناه, لانه مع كل زياره الى بيروت كان في مزيد من الالم. بس انا يعني من بعد ما ساعدته لينهي فجاه حسيت بالذنب, لانه انا وكاني عم ساعد كل الاشخاص اللي عندهم ملفات عالقه من الحرب الاهليه بانه صار الوقت بانهم يوقفوا. هون بتنطرح قصه المخطوفين, بتنطرح قصه المفقودين, برايك هول الملفات لوين واصلين فيها؟ يعني هل انت مع وقف البحث بهالمواضيع او لا؟ بنتمنى انه ما توصل هالملفات للنهايات الكارثيه ان صح التعبير او للنهايات الغير سعيده. في كثير ناس بعدهم لحد هلا ناطرين اولادهم, في كثير ناس تركوا عيالهم نعم بعد ما وصلوا على بيوتهم من هلا, في ناس بسوريا وفي ناس انخطفت وفي ناس تعنفت ومش معروف اذا انقتلت او اختفت. بعتقد انه كل واحد هو خيار شخصي. كستيفن يمكن هيدي النهايه تكون بدايه جديده لإله بعائلته بحياته الشخصيه, يركز اكثر على حياته نعم. يركز اكثر على طريقه. قلت انت شو رايك يعني الاشكاليه اللي بتطرحها أستاذ ستيفن؟ لا انا مع انه يوقف يعني يفتح صفحه جديده, ما بده يضل كل حياته عم يركض ورا وهم, واذا بيوم من الايام رح تسمح الظروف انه يتعرف على عائلته بيكون كثير منيح. وهذا الشيء بينعكس كمان لقصه المخطوفين مثلا بالنسبه لك؟ لا كل قضيه شكل رودي. لا اكيد القضيتين بيختلفوا, المفقود او المخطوف كان انه فقدوا اهله رغم عن ارادته,
ستيفن يمكن لو اهله بدهم يوصلوا له بعد ما طلع على كل التيفيات الا ما كان في خيط يقدر يساعدوه ليوصل لهم اكيد بتختلف. برايي المفروض يعني ستيفن قد ما في يعني يحتضن عائلته بهولندا يحافظ عليها ويشكر ربه انه عنده هيدي العائله اللي ربته. بس هو ما كان عايشها عقده يعني ما كان موقف ما كان مكربش حياته يعني كان سعيد بحياته يعني كان معتبر انه حقه يعرف بس عنده حشريه يعرف انه انا من وين جيت مين اهلي انت يعني بتشجعه كنت بشجعه يعني يتوقف عن البحث بس هيدا منه استسلام نعم. يعني على كل الاحوال لانه بطل عندي وقت رح نعرفكم على ستيفن بهالتقرير اللي رح تشوفوه بعدين المقابله. ولد في لبنان عام 1974 تبنته عائلة هولندية خلال الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1975. عاش طفولة سعيدة في جنوب وطنه الجديد ولكن ذلك البلد في الشرق البعيد بقي هاجسا يحاكيه عبر المسافات. وهو في الخامسة بدأ ستيفن بطرح الأسئلة حول اختلاف لون بشرته عن لون ذويه. لم يكن الأمر عقدة نفسية، كان مجرد سؤال من باب الفضول لمعرفة هويته والتعرف على والديه البيولوجيين. كبر ستيفن وكبرت معه أزمة هويته، لم يتشجع للمجيء إلى لبنان إلا وهو في 36. اعتقد حان الوقت، قصد ستيفن لبنان للمرة الأولى في 20 من العام 2010 وجال على المؤسسات الإعلامية اللبنانية والعربية طارحا الصوت. في التقرير الخاص هولندي يبدأ رحلة البحث عن جذوره اللبنانية المفقودة حتى أشعار آخر. شو هي قصة ستيفن سونفيلد؟ قرر العودة للبنان ليبحث عن أهله وعائلته. وفي الوثائق أيضا اسم الطبيب الذي قام بإتمام وثائق التبني. The biological mother will stay unknown. اليوم عاد ستيفن إلى عائلته في هولندا. برنامج للنشر سيكمل الرحلة تباعاً. بحصيلة إطلالاته في عشرات البرامج ونشرات الأخبار قابل ستيفن عشرات العائلات التي اعتبرته ابنها الضائع. زار عشرات العناوين والأشخاص معتقداً أنه لامس طرف الخيط. أجرى فحوص الدي أن أي لمرات ومرات، كلها محاولات انتهت بالخيبة وبمزيد من الأسئلة التي لا أجوبة لها. لم يجد ستيفن الجواب ولم يعد مرحبا بأسئلته عند الطرفين. في كل مرة زار لبنان حاول ستيفن الاتصال بزفان ليكون ضيفة، زفان تجنب اللقاء. في المرة الأخيرة اشترط عليه أن يستسلم، ليس بقصد الاستسلام وإنما للوصول إلى السلام. ستيفن good evening. Good evening. Are you ready for your public closure? Yes, I'm ready for it. Yes. Why? I realized that I did many reports, many interviews. It's really time consuming and really emotional. Every time I have to come back to Lebanon to search, you have some hope, then you have to go back, disappointments. And there's some point in your life that you have to go on with your life and with your family. And this is the time for me to stop and to close my case. So I'm ready for it, yes. What really made you ready for this moment, for the closure? Because I realized that I cannot find any more information. There is no more information. I did the last 2 years many reports and it leads to nothing. Every time you have some hope, you will be disappointed. I did DNA test 3 times. It was all negative. What can I do more? And how many shows have you been in? Oof, I think 6, 7, or 8 shows. Can you name them? Do you remember them? Yeah, I can remember them. It was 2 times LBC, it was NBC, MTV, Al Nashr, Al Jadid. So over how many years? I think for 7 or 8 years now. But before I was searching from Holland, searching to in my papers, through the internet. That's and the reason you did all this search was for what? For questions you wanted to find answer? Yeah, for sure, for questions. Or just for the sake of you telling yourself that I did try, I did my part in trying? Both. It's for the also for the inner peace, because it's you want to know where you come from, you have some questions and you want to be answered that, and it's not that you only want to do this because you have to do this, but it's for the inner peace. And what would have been the worst nightmare? Any truth that
was possible for you to find? Well, the first and the worst nightmare was that once I was called on my mobile phone and I was threatened, and the person was saying you have to stop searching for your parents. So they were threatening me, and because I was too close to the truth, I think. Do you think you were abandoned, or you were, or you're not? This is an old question now. It is an old question, but I think my parents or my mom, yeah, for example, she had to give me away, and there must be a very good reason that she was doing this, because, yeah, a mother will never forget her child. How did your family react with your decision to stop your search? They were sad and happy at the same time. Sad because I didn't find what I'm looking for, but happy also. I think I will have more peace. It will be give me more rest. I can focus now on my family in Holland. So that's why they are really happy for me, because, yeah, it's good to have a point at your life that now you have to stop this. My wife always supported me in my search, and she let me go to Lebanon. So that's really wonderful, yeah, and it's really amazing that you have a wife who can support, yeah, you like that. But sometimes she said maybe you have to stop and to focus on your family, yeah, because we are your family. That's also what my son was saying. Like, yeah, tell me the story. Yeah, it was 2 years ago. It was really, really touching. It was like he was holding a mirror to me, and he was saying, "Why are you going to Lebanon?" I said, "I'm going to Lebanon to search for my family, you know, my son." "Yes, but why are you going?" "Because we are your family." So it was really touching, and he's right. And he was like 7 years old, but then he realized that I was going back to Lebanon. In the meanwhile, he is my family, so. And what really did you touching. Tell him? "You're right, you are my family," and I was almost crying because it was so touching, and it was the focus point. Would you like to send him any message in a language that he would understand? Maybe in Dutch. Yeah, if you please can. Do, that's your okay. camera there. Nou, papa, stop nu met zoeken. Ik ga me volledig richten op jullie. Ik hou van jullie. En dit was het dan. Well, Steven, thank you for giving me this, sharing with me this moment. I'm sure there's always a new beginning for you. Yeah, and is, now is. you're ready to go free. Yeah, I think so, yeah. Yeah. It feels okay. So I would be very happy if next time we meet in this studio, you'll be talking to me about one of your business ventures. Yeah, maybe, yeah. Or about one of the success stories. Yeah, yeah. I will do that, for sure. Yeah, okay. So until we meet again, good luck okay. in everything you do. Thank you, Steven. Okay. نتوقف مع علان ونرجع من كافي. بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان. للمشاركة في الحلقة مباشرة على الهواء 01 48 48 80.